في الموسيقى الأندلسية الجزائرية. برنامج من إعداد الأستاذ أحمد صفا. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن نوبة المجنبة بمختلف قطعها الموسيقية هي من النوب التي تعبر بصفة ظاهرة عن طلوع النهار واستيقاظ الطبيعة، وتنهض الطبيعة المزدهرة وينهض معها العباد وجميع المخلوقات في الصباح الباكر احتياجا إلى الحياة واشتياقا إلى التوسع في النشاط والعمل والسرور والانشراح. والشاعر كذلك يستيقظ حبا للتمتع بنعم الحياة، ولكنه كلما شاهد الشمس تنشر أشعتها الساطعة على وجه الأرض وتعمر بنورها ازدهار وأزهار البساتين، حس في نفسه استيقاظ تذكار غرام بديع كان مدفونا في أعماق قلبه ونهض مع من نهض من جديد. إن الرغبة في تذكر تلك التي أوحت إليه ذلك الغرام والرجوع بالخيال إلى تلك الأيام السعيدة التي قضاها معها في عالم الأحلام توحي له من جديد استخبارا حساسا يستلهمه من طبع الجنبة، فيأخذ آلته الملازمة له ويوقع عليها عزفا يبهر الكيان بنبراتها اللطيفة ونغماتها الساحرة الرهيفة. والإيقاع لا يكفي للتعبير عن الشعور، بل لابد من انطلاق صوت رخيم يغني به للأميرة الفتية الفتنة، فيتقدم إلى منزلها وتحت شرفتها يسمعها ألحانا تأخذ الألباب في ضحى النهار الخلاب. لقد كان الاثنان قد تبادل بالأمس أطراف الحديث حول ما يكنه كل واحد منهما في قلبه، وتعزيزا للحب الذي غمرهما تبادل اليمين وتعاهدا على الوفاء. ومضى الليل وانطوت معه العهود واندثر أثرها مع النوم، وما فتئ النهار أن يطلع حتى كان النسيان قد حجب من كشف في ساعة الهيام، ولكن الشاعر ما زاده الليل إلا شعلة في الفؤاد وشوقا متصاعدا إثر لقاء لم يكن ينتظره في حياته. إن لقاء فتاة فاتنة يسبب التعجب ولربما يبهر الناظرين، ولكن لا يصل إلى حد الفتنة من أول وهلة، غير أن شاعرنا حس في لقائه هذا أنه صادف امرأة ذات العواطف اللطيفة، أن هيئتها الملكية وهندامها وأبهتها قد فتنته من أول نظرة كما خلبت عقله وفؤاده، ولذلك لم يستطع النسيان ولم يهدأ له روع، فلم يتمثل في ذهنه أبدا أن الغرام مثل الأزهار يدوم إلا بدوام النهار، فمن طوى عليه الليل ينطوي عليه الصباح، ذلك الصباح الذي يدفعه نحو قصر الأميرة ليرى وجهها الذي حلم به ليلا كاملا. فذهب ليتحقق من ثبوت صفتها وليسمع الصوت الذي غمره ولا زال يغني في قلبه، وذهب قاصدا أميرته ليسأل ويبحث ويحقق ويعرف معرفة اليقين إذا كانت رؤية الأمس رؤية صادقة أو ما كانت إلا أضغاث أحلام. وعند ذلك راح يتقدم مترددا مختفيا تحت ظل البان المزدهر على ضفة أغصان الورد المتسلقة على جنب من الحائط، ويشرع في إلقاء غناء خفيف بصوت متهدج خفي يسيل مثل هدير الماء من خلال استخبار جنبة، ويهمس به ما يريد ويبيت بألفاظه أشواقه وأحلامه، فيقول متسائلا لعل الأميرة تسمعه: أعندك ما عندي من الشوق والوجد، وهل أنت باق في المحبة والعهد، فحتى ما تجد من إليك اشتياقه تضاعف يا نجم المحاسن والسعد. Thank you.
الحب منطويا على قلب دون آخر، وإذا كانت العواطف متباينة كما هو شأن شاعرنا، فلا تنفع الجسارة ولا تجدي الجرأة شيئا. اللهم إلا إذا طرأ حدث غريب قلب الأوضاع وسبب معجزة، وتلك المعجزة المنتظرة وذلك الحدث الذي يتمناه شاعرنا نراه ظاهرا على حيز الوجود عندما يشرع المطرب في العزف، فيأتي بقطعة موسيقية من نوع الدرج من نوبة المجنبة، فالأنغام تتسرب وتتصاعد وتسير وضاحة مقلقة تعلن عن حريق متزايد يشتعل كاللهيب في الجسم وكالعقل والذهن والروح. والمغني في هذا الدرج لا يريد كشف ألمه فجأة، بل ينوي الإيضاح والتعبير عن حالته وموقفه الحرج نحو التي تعنى به، وأصبحت تشغل باله وتقوده للهلاك.
يستعطف ويدافع عن قضية خاسرة وهو عالم، ولكن صدقه وأمانته وقوة حبه تؤثر في النهاية في الفتاة الفاتنة التي يمسها البوح، فتعطف وتشفق وأخيرا تستجيب، والمعجزة المنتظرة تقع بغتة، فيدهش لها المستمعون وينطرب لها المولعون ويقول: سألتك يا بديع الشباب، علمني سبب الجفا، ما الهجر إلا من الصعاب بعد الود والمعرفة، أخلي عنك هذا العتاب وقم جدد عهود الوفا، الماضي مضى وانقضى ومن اليوم تبان العهود، يا سعدي حبيب قلبي رضى نور عيني هلال السعود.
يوجد بعض الحسان البعيدة المنال في شوق شائق إلى الافتتان والتحرر من القيود والميول إلى ما هو خلاب والتفاني في المسرات والملذات كجميع المخلوقات. لقد تقيدهم التقاليد والتربية الدينية وتحتم عليهن الاحترام والعفة والسيرة الطيبة. القلب يهفو إلى الانطلاق، ولكن العقل يسيطر على الحركات ويسجن الروح في إطار من الحياة العائلية، فلا يدع لها خروجا عما هو مباح وجائز، لا سيما إذا كانت الحسان من المحافظين الراغبين في التمسك بالعوائد والتقاليد الشريفة. وهذا هو شأن الأميرة الفتية التي استرعت انتباه الشاعر وفتنته، وخلبت روحه وجلبته بتبرمها إلى الوقوف تحت شرفة بيتها، يغني لها ويبلغ لها بما يحس به نحوها. إن قلب الأميرة مغلق فهو كجميع القلوب مفتوح، ينجذب ويريد أن يتودد ويهب نفسه ويحب حبا قويا متفاديا متفانيا. وما القيد الذي يحس به حوله إلا تحريض له وإغراء متهيج، فيزيده قوة في اللهيب وإحساسا متضاعفا، لأن الحياة المترفة علمته عظمة الحب وعواقبه. والخوف من العواقب الوخيمة يجعل الفاتنة في تردد، فتنعكف وتتأخر رغم ما يغلي فيها من اشتياق إلى الإقدام ومكافحة الخطر. فهي لا تخاف من العار، ولكنها تخاف من نفسها، تخاف من الميل والتفاني من دون رجوع، وعند ذلك تقف وترجع متقهقرة مفكرة، خائفة من ألا تميل كل الميل، ولذلك تبقى صامتة حائرة تكافح ولا تدري هل تقدر على التغلب. فهي مترددة ما بين شوقها وبغيتها وغريزتها، وبين القيود التي حتمتها عليها وضعيتها الملكية. إن الشاعر يفيق لهذا التردد ويفهم تلك الحيرة، وقبل أن ينصرف يشرع في توجيه انصراف جنبه وصفا لحاله واضطراب قلبه وقلبها معا، فيأتي بغناء خلاب حقا، ولكن النبرات التي تتوارد تعلن عن قوة الشعور والقلق رغم الاحتياطات للمحافظة على الشرف، ورغم كبح النفس حتى لا ينفضح القلب ويلحق العار بتلك التي ضحت بحبها في سبيل الشرف وصيانة للعفة والدين. يا بديع الجمال والمعنى، عد لي يا مغنج الشفر، آش عيبي بقدك الأقنى، ترضى قتلي وهكذا أهجر. عاشق مفتون في الهوى مضنى، واجب لي في محبتك أعذر. ما أنا إلا غلام من غلمانك، طائع لأمرك ذليل قدامك. يا غزالي داخل إحسانك، أعطف عني وجد بوصالك.
الأميرة وتطل من شرفتها والدموع تسيل على خدها. لقد تبدل حالها وصفها تكشف عن الألم. أثاره حب قوي مدفون في أعماق القلب الحزين، فهي تحب وهذا ظاهر، ولكنها لا تستطيع أن تجيب لقيدها بقيود شرف، ولذلك تفضل الاستسلام للقدر وتدع للحوادث أن تفعل بها كما كتب الخالق. وهذا الجواب من وراء العبرات كاف لإقناع شاعرنا وإدخال السعادة في قلبه وهدوء روعه. لقد كان شاكا في حبها، ولما تحقق قنع وهدأ وأصبح فرحا مسرورا يرتبط بما لديه من الدنيا فيراها جميلة من جديد. تأكد منها ومن قلبها، وهذا يدفع إلى الرقص والحركة والحيوية وإدخال الغبطة على الكائبين، فيغني لهم خلاص مجنبة. خفيف الوزن له بهجة ونور وضياء، وفيه أمل في الحياة بعد اليأس والحزن. فالشاعر يكتفي بالوعود كجميع الشعراء الذين يعيشون بالخيال والأحلام. يقول: يا ترى إن كانت تعود أيامنا ويعود الشمل ثاني، نغنم ما قد مضى من فرحنا، وتحضر السبع المثاني، الطار والعود والرباب والشبابة بيننا، والجيتار وبنت الدنان. يا ترى إن كانت أيامنا Yeah.